السيارات حصرة من كوريا، من كوريا بتيجي عن طريق تركيا وبتدخل لعنا لهون عبور، بتدخل لعنا لهوني. مو نحن بشكل عام، التجارة كلها بشكل عام، السيارات اليوم الكورية اللي شغالة عنا بالشمال السوري ماركة هونداي وكيا، هاي أكتر شيء شغال اليوم عنا. هلأ نحن بالنسبة لنا في معنا شريك موجود بكوريا بيتسوق البضاعة وبيشتري، وطبعا ما بنتسوق أي شيء أو أي بضاعة، الحمد لله رب العالمين، معروف اسمنا بالسوق ومعروف أشي بضاعتنا، بنتسوق بضاعتنا ومنحملها وبتجي تقريبا بدها وقت مش شهرين لثلاث شهور لحتى توصل لهون لعنا. بنتحملها بالبحر بتركيا، ايام مثلا عندك انت بتركيا بتاكل عليك ارضيات، بتبرك البضاعه في تركيا، هو بتمرك عليك ارضيات، هذا كله مصروف، ولكن الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه والامور كويسه. والله كان عندي سياره، كان عندي فان نص سياحي، بعته شي ثلاثة شهور، ما بحسن اشتري هالسنتافي، يعني كان سعرها بال 35 فوق، مالي قدرة اليوم من 32 وتحت، يعني بحسن بشتري 30 28، في يعني فيها الاسعار هاي مثل ما بيقولوا مركوب المحرر السنتافي، واقتصادية وتصليحها يعني ارخص وارحم من سي ام مثلا، من سبورتاج. والله الاسعار كويسة، يعني في نزول بالاسعار، بس كمان يعني المواطن اذا كان في اقل من هيك ارحم من هيك، يعني بلكي هالخلق تركب سياره. 31 لك جبرنا الله، 31 الله شغله، الله يعطيك العافيه شغله. بالحقيقه وضع السيارات في هذه الاونه الاخيره عم يتعرض السوق لانخفاض كثير باسعار السيارات بسبب الأوضاع المادية الموجودة في المناطق وكثرة السيارات وتراكم البضاعة وضعف السيولة في مناطقنا، أو اللي عم يسبب يعني كثرة البضاعة الموجودة في السوق، يعني عم يدخل كميات كبيرة من السيارات وما بتستوعب المنطقة عنا، ما بتستوعبها، بالإضافة إلى انقطاع الطريق الأساسي اللي كان هو طريق منبيج والمناطق الشمالي، هاي المناطق هي كانت والشرقية كانت تسحب أعداد كبيرة من أنواع معينة من السيارات، وفي أنواع كانت متداولة عنا، فهون السوق يعني شبيع تقريبا عنا والطريق مقطوع، فهذا سبب انخفاض كبير بأسعار السيارات. في ما موضوع صعوبات، ولكن الظروف اليوم انت اليوم عم تحمل السيارة عم تمشي شهر أو شهرين في المي على توصل لتركيا، هاي عم يسبب بالسيارة أيام هريان أيام صدي، هذا عم يغير مواصفات السيارة، أنت عم تشتريها جديدة من كوريا عم تجيك لهون فيها هريان فيها صدي، عم يتغير سعرها، ولكن الحمد لله رب العالمين الأمور شغالة وعم نبيع وربي يسر، وما عم نحسن موقف ولا يوم في السنة، شغالين 24 ساعة، إن كان السوق طالع وإن كان السوق نازل، هذا شغل خلص، هاي مصلحة، أنت ما بتحسن يوم توقف ويوم تبيع على كيفك، هذا شغل بدك تضل مستمر فيه أنت. والطريق أنا بوعدك إذا بيفتح طريق مشرق ولو لمدة شهر، يعني نص السيارات شايفه هون أو ثلاث أرباع السيارات هون كلها بتطلع لمشرق مباشرة، بيرجع بصير بدك بضاعة، بدك بضاعة. السلام عليكم. الله يهديكم فيها.